طار غزيرة على مدينة كمسان، اللهم اغيث النافع عنه، اللهم اغفر وارحم، اللهم يا رب ارفع هذا الوفاء. راكم تشوفوا هنا راح في منطقة باب وهران، الشارع تبارك الله، اللهم روح ارفع الوفاء. دعيوا يا جماعة، دعيوا الله سبحانه وتعالى على انه يرفع لنا هذا الوباء. رسالة، قعدوا في ديارهم، ما تخرجوش الى الدوام، فقط او لحل الضرورة، وكثروا من الدعاء. لكن تشوفوا هنا عندنا مباشر، الامطار راها غزيرة من البارح وهي طيح. الحمد لله، هذا من فضل الله. دعواتكم، اللي عنده شي مريض يدعي له، اللهم يا رب شافي كل مرضانا. اللي مهموم يدعي، اللي مغبون يدعي، اللي خاصه كاش حاجه في الدنيا يدعي. الدعاء المستجاب يكون في، يكون عند سقوط المطر، يكون هنا الدعاء المستجاب. يدعي الله سبحانه وتعالى. شوفوا هنا باب وهران ما شاء الله، كنت راها نقيه هنا جهه العرعار. الدعوه راها بروب، اجواء لندنيه راكم تشوفوا، دعوه بروب. الدعوه راها ما شاء الله، امطار الخير والبركه. اللهم يا رب ارفع علينا هذا الوباء، باش نجمو نصلي صلاه التراويح في رمضان. ربي كريم وفيه الخير. الحمد لله، الامطار راها غزيرة على مدينة كمسان، لكن شوفوا الدعوة راها بروبر نقية. رسالة، حافظوا 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 على نظافة المدينة. النظافة هي اللي عليها العمدة، نظافة الأحياء، نظافة الدروب، نظافة الأماكن. يا النطواياج يا ناس، حافظوا على نظافة المدن. هذا الشيء ماشي على مدينة كمسان، على كل المدن. النطواياج النطواياج النطواياج. هاد الأمطار هي تعقيم رباني، الله سبحانه وتعالى راه يعقم منا هاد الوطن نتاعنا، هاد المدينة نتاعنا، هاد البلاد نتاعنا. رسالة رسالة، نطواياج نطواياج نطواياج، توجور نطواياج. راكم تشوفوا البلاد راها طروب، الدعوة راها نقية. هاد الجهة يسميوها الطفرطة، عقلوا عليها، هادي يسميوها الطفرطة. هاد الجهة اللي كان كاين دار الإقامة، وكاين مجلس قرى تيسان، وكاين لابوست، هادي كاع يسميوها الطفرطة. بكري بكري الناس جدودنا جدود جدودنا كانوا يسميوها الطفرطة. هادي هنا دار الدريفي قديمة بكري. هذه هنا دار الإقامة، دار الزنقير، دار الإقامة. نتمشاو شوية، راكم تشوفوا الدعوة راها بروب، راها نقية. نطواياج نطواياج نطواياج، لازم نطواياج، توجور نطواياج، نهضرو على النطواياج. إلفو نطواياج. راكم تشوفوا الدعوة راها بروب. هذه هنا المجلس، هذا مجلس قضاء تلسان. هذه هنا كانت بكري الكنيسة الكاثوليكية، كانوا الناس طرحوا أسئلة، قالوا لي الكنيسة الكاثوليكية فين كانت؟ هنا كانت دروك، راها دروك راها راها المكتبة العمومية، ولا مكتبة المطالعة العمومية. هاوريك، شوفوا هنا كانت كاينة الكنيسة الكاثوليكية. حوسوا في الجروب تشوفوا الكنيسة كشانت. هذاك نتاع بن بلة، رئيس بن بلة السابق.
شوفوا هنا لاقوس، ها هي هاوليك لاقوس، هذه لاقوس توجور نهضر على النطواياج. شوفوا الدواء واش راها، راها تبارك الله تنسان، راها ولات كما اللي كانت بكري في ليزاني 70 و 80. شوفوا الا كاين ناس يعقلوا عليهم. هذا هنا حبيبنا رمزي، هذا اون ديريكت رمزي حبيبنا، واه جروب، واه جروب لايف، ضيع ضيع حد دواء رمزي، ان شاء الله يفد علينا هذا الوباء. ها الهضره يا من بعد رمزي، السلام عليكم، الله يحفظك، الله يسلمك. شوفوا هنا توجور فروب، علاش راح ناكدوا على النيطواج؟ راح النيطواج هو اللي يعمل كل انسان، ينيطواي بلاصته، ينيطواي جيشته، ينيطواي داره، ينيطواي حمصه. انفوسيبل الفيروس يجيه، الى انفوسيبل المرض يجيه، صافي الانسان كما ينيطوايش صوالحه اش غادي يجيه؟ راه باينه بلي غادي يجيه المرض. مالا النيطواياج هو اللي عليه العمده، الفو النيطواياج. هنا غادي نفوتوا على بلي يخدمون، يكملوا يسبلي يخدمون، يفكروا الناس تاع اللي خراو هنا اللي كانوا بكري، زاني 60 دي 80 زاني 60 زاني 50. تفكروا معنا شويه، هنا مكاوي، هذا مكاوي الله يعطيه الخير، يكمل كاطو شباب، الله يعطيه الصحة. هنا مكتبة بجاوي ومكتبة بلي يخدمون، هذه بكري هذه اللي كانت كاينة لابوست بكري. دوك راه كاين لوفيسيان فيصل، هنا هذه مكتبة ابن خلدون، عفوا هذه متوسطة ابن خلدون، كمل هذه للبنات. هنا فيصل حبيبنا مرحبا به، اللي بغى يدير النواظر. فيصل الله عاون، السلام عليكم. نزيدو نتمشاو شوية، نحوسو بكم كل سنة لعل وعسى، معليش جولة تحت المطر، كل سنة نجيو نتمشاو هنا، من هنا نهودو المدرس، من هنا نطلعو للبلاص. راح هذا ماشي جيت للبلاص، هنا شوفو البلاص، راحنا طالعين في الوسط نشوفو الجمع الكبير. جمع كبير أسس في عهد المرابطين، ثم أسس ساعة في عهد الموحدين، ثم بعدها تمت إقامة المنارة في عهد الزيانية، وهو يصنف من ضمن الآثار العالمية. شوفوا هنا هذه تجو هذه الطريق اللي يسموها طريق البلاط، راح دابا شفنا الغيان، هاوريك جمع كبير، راح نشوفوا هنا جمع كبير. هاد المنارة هادي بناها ياهم رسم في عهد الدولة الزيانية، في عهد الدولة الزيانية. نجيو نتمشاو ونشوفو هنا الجامع، الله يبارك، عندها مساحة كبيرة، وتوجو الأبطار، دعيو يا جماعة، دعيو، دعيو بالدعاء، اللهم ارفع هاد الوباء، اللهم يا رب ارفع هاد الوباء. اللهم يا ربي لا تحاسبنا بما فعل الفاسدون منا. هاد البلاد هادي راه فيها ناس طيبة، فيها ناس صالحة، ناس تبارك الله ما شاء الله. دروك غادي نشوفو البلاص، كاين شحال من واحد اللي ما يعرفش البلاص هو خاوي، نوريوهولكم هو خاوي. هاوليك هنا رحلة في البلاص، هذا هو البلاص اون فاس طريق المشوار، لهيه كاين مسجد تاع ابي حسن التناسي، و دير دروك متحف المخطوطات. اون فاس كاين مدرسة الشفينية بكري، دروك راها عاود ولات بلدية، وعاود دروك راها متحف نتاع الفن والتاريخ اون فاس. هذا هنا الجامع الكبير، شوفوا الجامع الكبير ما شاء الله، تحفة معمارية مرابطية اندلسية في القمة. الجامع الكبير تبارك الله، هذا هنا المخطط نتاعه، راهم فاصل شوية بصح نعاود نبدلهم ان شاء الله، نهضروا معاهم اللجنة المعنية ولا المديرية المعنية باش يبدلوا لنا هاد، حتى حاجة ما راها تبان ان شاء الله، كيحاولوا يديرها هادي رسالة. نمشيو هنا نشوفوا هاو الوريضات، هادي من ابواب الجامع الكبير، نتمشاو توجور، نوريو لكم هنا الدرب القاضي، تشوفوه، هنا كذلك الدرب القاضي، هذا هنا ثاني من ضمن الجامع الكبير، هذا ثاني مدخل من مداخل الجامع الكبير، هذا هنا الدرب القاضي،
في سباق واس بكري هنا كان دار السلطان قبل ما يتأسس مشهور. هاو الدرب القاضي نخرجوا نعاودوا نخرجوا من هنا، هنا شي غادي تشوفوا المرشي بحول الله بإذن الله تعالى، شوفوا المرشي قبل ما نهودوا القيصرية. هذا هو المرشي تاع كيمسان، هذا هو المرشي الكبير وفاد نمشيو دوك نهودوا في القيصرية. حميدة السلام عليكم لاباس؟ هنا غادي نمشيو نهودوا القيصرية، شوفوا القيصرية كش عاملة، ضربوا واحد الدورة القيصرية. السلام عليكم ديان كيف راكم؟ لاباس غايا؟ الله يحفظك. هنا نشوفوا القيصرية، هاوليك هنا القيصرية. هاد القيصرية هو سميوها شارع معسكر. هاد القيصرية كيكون الكوميرس كاين ما تفوتش. هنا ديفيسيلمون باش تفوت. راكم تشوفوا الدعوة راها بنا راها غطرق راها نقاوة. من هنا سي سيدي حامد، هادي هنا دخل سيدي حامد. هنا تركب تركب المرشي، نهبطو من هنا. توجور القيصرية، هنا اللي يعقل على لي زاني 70 هنا كانوا كاينين واحد القبب في الوسط. اللي يعقل هذا هنا هنا فين كاين كتبغي تشري ال يا ربي تبغي تشري الكفن جي لهنا، هنا باش تشري الكفن هاوليك هي البلاص ها هو الكفن. هنا تهبط ونزيدو نهبطو ونشوفو هذه جولة مع مدينة تلمسان. راح نتمشاو تحت المطر متساقين بصراحة حنا دايرين بارابلوي. نتمشاو نشوفو هنا غادي نوريكم. هنا دروك غادي نمشيو لمسجد سيد البنا. سيد البنا شوفوا سيد البنا سمايكم. هذا مسجد سيد البنا هاوليك شوفوا تشوف هذا يسميوها ساحة سيد البنا، مسجد سيد البنا. يسميوها القيصرية. دروك غادي نمشيو لساحة الموقف، ما نعرف اسكو كاين اللي يعرفها كاين اللي ما يعرفهاش. هذه ساحة الموقف بكري كانوا يجيو يعملوا ان تي بوست فيها، وكان كاين اوتيل منصور اللي راه عاد مازال باقي الى حد الان. هنا كاين سيدي حامد، هذه اسم سيدي حامد راكم تشوفوا هنا سيدي حامد. هذه هبطت درب السوفا، هذا هو الموقف اللي راني نهضر لكم عليه، هذا الموقف. ونزل المنصور هاوليك راه مازال كاين الى حد الان من قرون. نجيو هاوليك الدرب من السوفا نشوفو هنا بكري كانت كاينه باب، دخلوا للجروب وحوسوا ديك الجبروب اللي كانت كاينه باب سميوها باب درب السوفا. بالنصر السلام عليكم. هذا هنا هذا يسميوها بتص معسكر، بتص معسكر ولا بالعاميه حنا نقولوا طلعت درب من السوفا، على خاطر هنا كاين مسجد درب من السوفا اللي غادي نشوفوه دروك. هذا مسجد درب السوفا ثاني بنيه في العهد المرابطي، وهنا غادي تشوفوه ها هو هنا مسجد درب السوفا، وهذا هنا درب السوفا تاع الشيخ ها هو تسمى في بدايه القرن 19 ميلادي، وقد درس فيه الشيخ ابو عبد الله السيدي محمد بن يوسف بن عمر شعيب الامام السنوسي. اصله الشريف في 1490 عن 63 سنة أعرق الدوب في تلمسان. نجيو هنا نضربو واحد الطلة، هنا هاد الجهة يسميوها السويقة، هاد الجهة يسميوها السويقة. علاش يسميوها؟ السلام عليكم. علاش هاد الجهة يسميوها السويقة؟ حيت كانو الناس كانو النساء الكبار تيخرجو يسوقو فهاد الجهة، فهاد الجهة يخرجو يسوقو. توجور نهضرو على النيتواياج، هنا كاينة مشكلة إن شاء الله غادي نحيوها بحول الله، غادي نحاربها ونحبها بحول الله بحول الله. هنا ندخلوا لشارع ابن خلدون تي بيس العاون، هنا ندخلوا لشارع ابن خلدون. هذا هنا درب القران الكبير. كي نعاودوا نجيو لهنا كي نعاودوا نجيو لهنا تسماك السلام عليكم تسماك يا صاير الله يحفظك اخي نحتاجها. هنا هذا يسميوه درب القران الصغير، هذا درب القران الصغير. علاش درب القران الصغير وعلاش درب القران الكبير؟ على خاطر هنا السلام عليكم لاباس غايا؟ صح من بعد نعطيكم التفسير على درب القران الكبير ودرب القران الصغير. هنا يسميوه درب، نجيو لهنا هذا الدرب مغلق، هذا يسميوه درب هنا كانوا بكري يسبغوا الخيوط، يسبغوا النسيج.
دوكا مغلق، وهنا كاين مسجد ولا لا عفوا هنا كاين حمام المرابطين. نجيو نتمشاو، هذا يسميوه شارع بن خلدون. ها وليك شوف الشهر نقي، رساله للتجار نقيو 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 بلايسكم، نقيو بلايسكم. هذا هنا شارع، شارع ابن خلدون، ابن خلدون كالعاده والعبيد. الفوق كاين المدرس، هذا مسجد الشرفاء بني في عهد المرابطين. ونختموا معكم هذه الجوله في المدينه القديمه في الدرب. بالله بالله بلا كذا، امين بلا كذا. ونختموا ونختموا الجوله نتاعنا تاع المدينه القديمه. سلام الجوله القديمه في هذا الدرب الازرق، واللي ان شاء الله يكون نموذج، نموذج لكاع دروب كلسان. هذا الدرب اللي اجتهد الجيران فيه اللي هو محمد وعبد الكريم وحميده كامل هنا يجتهدوا في هذا الدرب، ان شاء الله يكون نموذج للمدينه القديمه. وماذا بينا مدينه تلمسان تقتضي بهذا النموذج، وان شاء الله توجور نيتواج نيتواج تحت شعار تحيا الشبيبه. والسلام عليكم مباشر واحد اخر.